السلام عليكم ورمضان كريم مشاهدينا الأحبة الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة لمسابقة معارف التراث. هذه المسابقة الرمضانية الفرقية التي ينظمها قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة. يتبارى في هذه المسابقة الفرق الشبابية من الجامعات العراقية، وها نحن في هذه الجولة الأولى. سنكون وإياكم في هذه الحلقة ما بين جامعة بابل وجامعة ذيقار. في هذه الجولة الأولى هنالك أسئلة أربعة ستوجه لكلا الفريقين، وكما اعتدنا في الحلقات السابقة سؤال واحد لكل شخص من عندكم، والسؤال الرابع سيكون مشترك للجميع. قيمة السؤال في هذه الجولة 10 نقاط. مشاهدينا الأحبة الكرام، تابعونا وخلينا نحسب للفريقين ونشوف من الفريق اللي راح يفوز على أرض الواقع ومن اللي راح يفوز في توقعاتنا، حتى نكمل وياكم جولاتنا في مسابقة معارف التراث. جامعة ذيقار سبق وأن شاركت ويانا وطلعت أمام بغداد برصيد 150 نقطة. جامعة بابل اليوم المشاركة الأولى لها معنا في هذه المسابقة في الموسم الثالث، فإن شاء الله بداية خير لكلا الفريقين في هذه الحلقة، ولكم كل التوفيق أيها الأحبة الكرام ومتابعة ممتعة إن شاء الله لكل ما سيدور في أجواء هذه الحلقة من أسئلة وإجابات قيمة سنصل إليها من خلال شبابنا الأعزاء من كلا الفريقين. إذن على بركة الله نبدأ وإياكم، ونتمنى الجائزة الأولى 5 مليون دينار عراقي، أو الثانية 3 مليون دينار عراقي، أو الثالثة اللي هي 2 مليوني دينار عراقي. إن شاء الله تكون من نصيب أحد الفرق المشاركة معنا في هذه الحلقة. يلا نبلش وياكم، وش تتوقعون نبلش ويا ذيقار ولا بابل؟ بابل إن شاء الله. من الجنوب، ليش ما نبدأ من الوسط؟ فريق أي وأنتم سبق وأن شاركتوا ويانا وكان لكم مشاركة. تبدأ من عندنا. هالمرة نبلش ويا بابل، شو تقول؟ لا الأسبقون أحنا. الأسبقون جماعة بابل شو تقولون؟ كيفكم؟ نسوي قرعة؟ قيادة يمك. القيادة يمي ولا نسوي قرعة؟ قيادة يمك. يلا نروح البابل وأنتم أصحاب خطوة أول مرة شاركون ويانا بالمسابقة. والسؤال الأول راح يكون معاك يا علاء. علاء حسن كاظم، جامعة بابل، كلية التربية العلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية. والله صراحة حسب اللي وصلونا يا الأخبار الوضعية تخوف، وسائل مساعدة يعني ملغية. المشاركة بهذا بمحفل يعني أكبر مربح يعني تقريبا. هو مو خوف، هو مقارنة بالمواسم السابقة أكثر ما هو خوف. إن شاء الله ثقة عالية. وإن شاء الله نتمنى منك التوفيق في الوصول للإجابة الصحيحة. سؤالك يقول يا علاء، يعود تأسيس مدينة بابل الأثرية إلى أكثر من 7000 سنة أو 15000 سنة عفوا أو 40000 سنة؟ 7000 سنة. 7000 سنة. علاء عندك 30 ثانية بإمكانك تتأكد من الإجابة في حال كنت متردد أو عندك شك بالمعلومة. 7000 سنة. 7000 سنة. تمام، ثبت. نثبت. كنترول علاء يثبت على 7000 سنة وهي الإجابة الأولى والاختيار الأول، والكنترول يقول إجابة صحيحة. عفية عليك يا علاء، مبارك، 10 نقاط جديدة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله فيما سيأتي من الأسئلة القادمة. أيضا حسن علي حسين، حياكم الله مرة ثانية، ونبلش وياك يا حسن. هم فرق عن السؤال تقريبا 190 وإحنا 150، بالنهاية لازم فريق يطلع ندخل بأمور أكثر نتعمق بها، تراثية تاريخية مراقد. والله إن شاء الله للفوز إن شاء الله، يعني الكل يحب الفوز اليوم، ما حد يحب الخسارة إن شاء الله، يعني نقدم اللي نقدر عليه. سؤالك الأول الجولة الأولى وياك يقول، يعرف مكان بيت النبي إبراهيم عليه السلام في الإنجيل باسم، هذا الاسم هل هو أور الكلدانيين أم بيت النور أم بيت الحمد؟ ماذا يعرف؟ مكان بيت النبي إبراهيم عليه السلام في الإنجيل، يعني بيت النور أعتقد بيت ولادة النبي. زين، أور الكلدانيين أو بيت الحمد؟ أعتقد يعني الخيار الأول أور الكلدانيين. أور الكلدانيين. متأكد يا حسين؟ يا حسن عفوا، لا ما متأكد، بس يعني الأرجح. الأرجح. عندك 5 ثواني ثبت. بما أنه مدينة أور مدينة ولادة النبي، نعم. نروح إلى الاختيار الأول وأور الكلدانيين، وعسى أن يكون نعم. الأول أيضا أخضر كما كان مع بابل، والإجابة صحيحة. عفي عليك يا حسن، 10 نقاط أيضا تكون لصالح فريق ذيقار، وبالتالي
تعادل في أول الجولات وأول الأسئلة لكلا الفريقين. ونروح مرة ثانية إلى سيف. سيف سعد عبد الحمد، جامعة بابل، كلية التربية العلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية. توفيق من رب العالمين، تعتمد على طبيعة الأسئلة. هذا كان هم دافع عنه إلى جامعة بابل. وراح يكون سؤالك يا سيف. شاعر مرموق ولد في مدينة الحلة ولقب بشاعر ثورة العشرين، هل هو محمد مهدي الجواهري، محمد مهدي البصير، أم عبد الخالق أثري أو أثيري؟ 30 ثانية. نقول محمد مهدي الجواهري. محمد مهدي الجواهري؟ نعم. متأكد؟ إن شاء الله. إذا نثبت على الاختيار الأول كنترول، محمد مهدي الجواهري حسب رواية سيف، والإجابة خاطئة للأسف. يلا لك يلا. محمد مهدي الجواهري أعتقد من النجف. تمام، الإجابة الصحيحة هي محمد مهدي البصير. يلا حسين. للأسف كنت غير موفق في هذه الإجابة، لكن أتمنى لك التوفيق فيما سيأتي من الأسئلة القادمة. يلا إذا نبقى عشرة، يبقى عشرة أيضا لكم، لكن أكو فرصة للإجابة على السؤال. السؤال يقول لك يا علي، إن شاء الله استعدينا أكثر، ما عدت مواجهة هي الأولى ويعني وإحنا الثانية. 190 بغداد، 150 ليقا، خسرنا الآن أمام بغداد، مو معيار للقوة، إن شاء الله الفوز اليوم. بنيت مدينة سامراء في العهد، أي عهد، العثماني، العباسي، أم الأموي؟ بكل تأكيد العباسي إن شاء الله. العباسي. متأكد يا علي؟ 30 ثانية عندك، إن شاء الله. ممكن ترفع 10 درجات إلى يعني نقاطكم ورصيدكم، ممكن تبقون 10. الثاني إن شاء الله العباسي. الاختيار الثاني كنترول، نوقف العداد ونشوف الإجابة. إجابة صحيحة، عفي عليك يا علي. إذن 20 نقطة، وإن شاء الله يا رب نكمل بهذا المستوى من الثقة والإجابات الصحيحة ونواصل تقدمنا باعتبار عندنا خسارة سابقة أمام بغداد. نرجع إليك يا جواد. جواد كاظم العزاوي، جامعة بابل، كلية التربية للعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية. إن شاء الله ماكو أي تأثير ولا أكو أي تشنج. مشاركتي في هذا البرنامج هي أكبر فوز يعتبر إلي، هي تمثل أو معرفة التراث العراقي والمعارف العراقية. إلى جامعة بابل، وسؤالك يقول، يشتهر قضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط بزراعة، بزراعة شنو يشتهر؟ هل الحنطة أم الفواكه أم الشعير؟ 30 ثانية، ركز مع نفسك واسترجع ذاكرتك وبكل معلوماتك وحاول تنطينا إجابة صحيحة. فريقك متأخر بسؤال. إن شاء الله الحنطة. إن شاء الله الحنطة. إن شاء الله. نثبت إذا. إن شاء الله. وإن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا جواد. والإجابة خاطئة للأسف يا جواد، ليست الحنطة وإنما الفواكه، الصويرة. صويرة؟ الصويرة. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله فيما سيأتي من الأسئلة. عموما قيمة السؤال هنا 10، بالجولة الثانية 30، يعني التعويض ممكن يكون سهل، بالجولة الثالثة 50. تمام، متفقين؟ إن شاء الله التعويض قادم. يلا حسين. أخفقنا يعني، إن شاء الله نعوض اليوم. أخفقنا أمام جامعة بغداد واليوم نلعب أمام جامعة الحلة. المسابقة تحسب، ما نقدر نقول هم أقوى ولا إحنا أقوى. راجعنا الحمد لله. شعور غريب إرباك يعني، بس إن شاء الله أحسن. نروح وياك والجامعة الذقار. سؤالك يقول، تم إيصال خطوط التلغراف واتصال كربلاء بالعالم الخارجي سنة 1870 أو سنة 1850 أو سنة 1860؟ في أي عام؟ 30 ثانية يا حسين، بإمكانك تنطينا الإجابة خلال هذا الوقت. المعلومة ممكن تكون شوية صعبة، غريبة. صعبة. نروح للخيار لكن الأول. لكن هي هاي الغاية، نوصل إلى معلومة جديدة. الخيار الأول 1870. 1870، كنترول 1870 الإجابة الأولى. خطأ. للأسف يا حسين، الإجابة هي 1860. إمام علي. شفت فرق 10 سنوات. تخسرنا 10 نقاط. إن شاء الله. يعني النقطة بسنة. يلا نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل الفريقين. ونروح للسؤال العام وياكم يا جامعة بابل. هسه تقدرون تشاورون وتسولفون بهذا السؤال. سؤالكم يقول، في أي مدينة ولد الخطيب الحسيني الكبير الشيخ هادي الكربلائي؟ في بغداد أم كربلاء المقدسة أم النجف الأشرف؟ أين ولد؟
نركز زين، نشاور زين، ونراعي الوقت ايضا زين. 30 ثانيه حاليا الجواد يحكي، الباقين ساكتين. من سينطق الاجابه؟ علاء. ان شاء الله نجف الاشرف. نجف الاشرف. علاء عندكم 10 بس، نثبت. كنترول نروح لنجف الاشرف، وللاسف الاجابه غير صحيحه. بغداد. بغداد هي الاجابه الصحيحه يا علاء. هذا كم نقطه عليها؟ كم نقطه عليها؟ لا نقدر نعوض الجولات القادمه، نقدر نعوض بها بسهوله. قيمه السؤال يعادل الجوله كامله، 30 نقطه بامكانكم تعبرون. يلا شبابنا في ذي قار، الفرق 10 نقاط فقط. سؤالكم يقول: تمثال السيد محمد سعيد الحبوبي في وسط الناصرية من تنفيذ النحات؟ يا نحات، عبد الرضا كشيش، لو محمد غني حكمة، لو جواد سليم؟ ان شاء الله الاجابه الاولى عبد الرضا كشيش. الاولى عبد الرضا كشيش. عبد الرضا كشيش ان شاء الله. متاكدين؟ ان شاء الله. ان شاء الله متاكدين؟ سيد 100% متاكدين. عبد الرضا كشيش. روح للكنترول ويقول عبد الرضا كشيش اجابه صحيحه. عافية عليكم، اجابه موفقه. محمد غني حكمت عنده شهريار وشهرزاد، جواد سليم عنده نصب الحريه، فكل التوفيق لكم، اجابه موفقه وصحيحه. عاشت الايادي. 30 نقطه 10 نقاط، والقادم افضل لكلا الفريقين ان شاء الله. كملنا وياكم الجوله الاولى مشاهدينا الاحبه، ونتمنى يا رب التوفيق لكلا الفريقين معانا في الجولات القادمه. خليكم متابعين، خليكم مركزين، راح نروح فاصل قصير، بعد الفاصل راجعين ونكمل وياكم جولتنا الثانيه في مسابقة معارف التراث. خليكم ويانا. رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل، ونكمل وياكم مسابقة معارف التراث. وصلنا للجولة الثانية، والمباراة الحاسمة ما بين فريقي جامعة بابل وجامعة ذي قار. راح نكون وياكم في هذه الجولة بأربعة أسئلة جديدة لكلا الفريقين، قيمة السؤال الواحد بها 30 نقطة. ونرجع وياكم ونروح إلى بابل، ونتذكر رصيد الشباب في الجولة الأولى: 30 نقطة مع جامعة ذي قار، و10 نقاط مع جامعة بابل. نروح إلى بابل ونروح إلى علاء، قيمة السؤال عندك 30 درجة، 30 نقطة. سؤالك يقول يا علاء، يلا نروح إلى سؤال علاء، والسؤال يقول، سؤالكم يقول: يا شباب، من القائل مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة فانهض، فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة؟ هل هو السيد حيدر الحلي، أم محمد مهدي الجواهري، أم السيد مصطفى جمال الدين؟ علاء معك 30 ثانية للإجابة على هذا السؤال واختيار أحد هؤلاء الشعراء، علما قيمة الإجابة 30 نقطة، تسويكم 40 وتتقدمون على جامعة ذي قار. ركز وانطيني الإجابة. السيد حيدر الحلي. السيد حيدر الحلي. كنترول روح إلى الاختيار الأول، السيد حيدر الحلي، والإجابة صحيحة. عفية عليك يا علاء، 40 نقطة حلوة تعوضون بها رصيدكم. 40 ب30 يا شباب. حسن، مهمتك صعبة صارت الآن، تمام؟ 40 ب30، سؤال الميزان اختلف. سؤالك يقول: من هو الشاعر الذي دعا له الإمام الرضا عليه السلام بقوله: أمنك الله، أمنك الله يوم الفزع الأكبر، وأضاف على قصيدته بيتين من الشعر؟ دعبل الخزاعي. دعبل الخزاعي. سفيان بن مصعب العبدي، أم ديك الجن الحمصي؟ دعبل الخزاعي إن شاء الله. دعبل الخزاعي إن شاء الله. إن شاء الله. ثبت. نعم. كنترول حسن واثق من إجابته، يقول مريد وقت، نروح للإجابة الأولى، والإجابة هي صحيحة. عفية عليك يا حسن، و60 نقطة حلوة تستاهلوها. مبارك. حلو. هذه المعلومة من لك؟ سامعها قديمة ولا جديدة مذاكرها؟ الإمام الرضا ضاف بيتين بس على قصيدة دعبل الخزاعي. حلو. وقبر نعم. بطوس يا لها. نعم، وقبر بطوس يا لها. حافظها حسين؟ مصيبة. نعم. يلا، من حافظها؟ لا، هي أبيات يعني هو ضاف عليها. يعني عاشت الأيادي. تمام. جامعة بابل مرة ثانية، 40 عندكم، عندهم 60. سؤالك يقول: يا سيف، أول عميد لجامعة النجف الدينية هو الشيخ أحمد الوائلي، السيد محمد كلانتر، أم الحاج محمد تقي الحاج كريم؟ 30 ثانية معاك يا سيف، لك وحدك تحتاج
تفكر بيها وتنطينا الإجابة. الشيخ أحمد الوائلي، السيد محمد كلنتر، الحاج محمد تقي الحاج كريم، 15 ثانية متبقي وياك، انطيني الإجابة قبل أن ينتهي الوقت. إن شاء الله الثالثة الحاج محمد تقي الكريم. الإجابة الثالثة كنترول الحاج محمد تقي الحاج كريم، هل هي صحيحة أم لا؟ كنترول يقول الإجابة خاطئة. يا سيف للأسف كان عليك أن تجاوب الاختيار الثاني وهو السيد محمد كلنتر، الإجابة الصحيحة. بالإمكان التعويض إن شاء الله ونقدر نكمل. يلا كنترول نرجع مرة ثانية مع جامعة ذي قار ونروح لعلي. شلونك يا علي؟ دمت بخير إن شاء الله. سؤالك يقول: بنى الشيخ ملا عبد الله اليزدي مدرسة دينية في القرن العاشر الهجري، سميت هذه المدرسة مدرسة الشيخ عبد الله، وين هذه المدرسة؟ هل تقع في النجف أم الكاظمية أم الحلة؟ 30 ثانية أحتاج منك إجابة. فكر. 60 40 إجابة الثالثة الحلة. الحلة. نقطع. نقطع إن شاء الله. كنترول نقطع التوقيت ونروح إلى الإجابة الثالثة اللي هي الحلة، وللأسف يا علي الإجابة خاطئة. كان عليك أن تجاوب أن النجف الأشرف هي الإجابة الصحيحة. حسن كان عندك معلومة؟ نعم. ها والله هو القرن العاشر يعني ماكو كانت مدارس بالنجف فقط يعني. جيد. نعم. نتمنى إن شاء الله تكون الأسئلة القادمة مناسبة و تأهلكم بأن تواصلون تقدمكم. يلا نرجع وياكم شباب ونروح إلى جامعة بابل إن شاء الله. مع جواد إن شاء الله. سؤالك يقول: يا جواد، المتحف البغدادي للفلكلور الشعبي يضم غالبية المعالم الحياتية للسكان بغداد الأوائل، وقد افتتح عام 1970 على ضفاف نهر دجلة، وهو قرب المدرسة المستنصرية أم المتحف العراقي أم جامع مرجان؟ يقع قرب أي من هذه المواقع؟ متحف البغدادي رايح البغداد. نعم. زين. 30 ثانية وتبقي منها 18. خلونا مركزين وننتظر من جواد الإجابة. إجابة قبل انتهاء الوقت. المدرسة المستنصرية. المدرسة المستنصرية كنترول. الإجابة الأولى يقع قرب المدرسة المستنصرية، إجابة صحيحة. عفي عليك يا جواد، وعدلنا الحمد لله النقاط، وصلنا 70 وذي قار 60، الفارق قل بيناتنا والمنافسة قوة الآن. يلا يا حسين، يلا الدور دورك، والشباب بانين آمالهم عليك إن شاء الله، يبدون يصيرون 90 إن شاء الله. سؤالك يقول: تعد من المكتبات المهمة جدا، تأسست في مدينة كربلاء المقدسة سنة 1276 للهجرة على يد الآخند المولى عبد الحميد بن المولى عبد الوهاب، المتوفى بحدود 1311 للهجرة، ولم يبقى من محتويات هذه المكتبة بعد وفاة مؤسسها سوى 300 كتاب مخطوط، فهل هي مكتبة البادقوبي أم مكتبة الفراهاني أم مكتبة الروضة الحسينية؟ أي من هذه المكتبات؟ 30 ثانية معك فقط يا حسين، حاول تكون دقيق ومركز وتنطيني الإجابة ضمن الوقت المخصص إليك، وإن شاء الله يا ربي تصيرون 90 أو نبقى 60 وتواصل بابل تقدمها، عليكم بعشر نقاط. الاختيار الأول مكتبة بادوكم. مكتبة البادقوبي. ثبت يا حسين إن شاء الله. كنترول، مكتبة البادقوبي هل هي صحيحة؟ للأسف خاطئة الإجابة يا حسين، وقينا 60. الإجابة الصحيحة هي مكتبة الفراهاني. يلا عندنا بعد جولة، والجولة الثالثة قيمة السؤال بيها 50 إن شاء الله. تمام، روح للسؤال العام مشترك وياكم المشترك اللي هو السؤال الرابع في هذه الجولة يا شباب يا جامعة بابل. سؤالكم يقول: في أي سورة من القرآن الكريم اقترنت لفظة الخط باليد اليمنى ولا تخطه بيمينك؟ متأكد؟ سورة الذاريات، سورة العنكبوت، سورة ياسين.
عنكبوت ان شاء الله نثبت العنكبوت عندكم 30 وقت متاكدين 30 ثانيه من الوقت متاكدين ان الاجابه ان شاء الله اذا الاختيار الثاني ان شاء الله يلا يا شباب كنترول سورة العنكبوت إجابة صحيحة عفية عليكم صرنا 100 بابل صارت 100 نقطة مقابل 60 نقطة يا شباب في جامعة إيقاف سؤالكم الجماعي يقول يلا من هو الخطاط الذي كتب اللوحات المعروفة بالسبيل هل هو يوسف ذنون أم مصطفى حليم أم سامي أفندي ركزوا ناقشوا انتم متاخرين وهذا السؤال ممكن يخليكم 90 ويقلل الفارق بيناتكم ان شاء الله ثالثه سامي افندي سامي افندي نعم كلكم متفقين ويا علي ان شاء الله احنا معاه يعني انتم معاه نعم والشباب يقولون سامي افندي يا كنترول شنو اجابتك صحيحه اجابه صحيحه عافيه عليكم و90 نقطه حلوه والمباراة مشتدة ما بين الفريقين 90-100 مرة نصعد مرة ننزل ونشوف الجولة الثالثة شلون راح تكون الأجواء ومن سيحسم القرار ويأخذ النقاط الأكثر خليكم ويانا مشاهدين الأحبة وخلونا مركزين ومتابعين ومشجعين لكلا الفريقين نروح وياكم فاصل قصير بعد الفاصل راجعين وياكم بالجولة الثالثة خليكم ويانا رجعنا لكم مشاهدينا الأحبة الكرام متواصلين معاكم في مسابقة معارف التراث وصلنا للجولة الثالثة في هذه الحلقة في هذه المباراة القوية والمنافسة العالية ما بين فريق جامعة بابل وفريق جامعة ذيقار 100 نقطة برصيد جامعة بابل 90 نقطة برصيد جامعة ذيقار 200 نقطة بانتظار كل من الفريقين ممكن نصير 290 وممكن نصير 300 وممكن تتغير كل النتائج هذا مرهون بدقة الإجابات وصحتها خليكم ويانا مركزين ومتابعين وخلنا نشوف توقعاتكم راح تصيب لو لا باختيار أو معرفة الفائز معانا بهذه الحلقة يلا نرجع ويا بابل ونبلش وياكم بالجولة الثالثة ومع علاء تحديدا البداية وياك يا علاء سؤالك يقول يا علاء مسجد في مدينة الحلة وانت من الحلة بني بالقرب من أنقاض مدينة بابل التاريخية على حافة نهر الحلة يتعلق اسمه وبناءه بمعجزة من معجزات الإمام علي عليه السلام يطلق عليه مسجد الإمام علي عليه السلام أم مسجد الجمجمة أم مسجد الحلة ركز وأربط أربط بالموضوع الاختيار الثاني مسجد الجمجمة متأكد؟ إجابة قبل ما ينتهي الوقت يا علاء ممكن تصير جمجمة 150 نعم. نعم ثبت نثبت على الاختيار الثاني يا كنترول وإجابة صحيحة عافية عليك يا علاء رايح للمسجد ما رايح؟ ما رايح بس ربطت بالإجابة ربطت بالإجابة أكو منطقة؟ هي منطقة الجمجمة هي منطقة الأثرية زين وقريبة الأثرية. فقلت هي هاي هي أكيد يعني الجمجمة مو مسجد الحلة ولا مسجد الإمام علي عليه حلو. السلام حلو 150 الجمجمة نقطة الجمجمة ممكن تكون معجزة يعني صراحة ما سامع بها يعني لطيف معجزة. لطيف المهم حصلنا على نقاط إضافية وصعدنا برصيدنا والإجابة كانت صحيحة إذا 150 مقابل 90 ونرجع وياكم يا ذي قار خلونا مركزين ومنتبهين الأسئلة فردية والسؤال الأول معاك يا حسن يقول علي بن حمزة بن الحسن مدفون في إحدى المدن المقدسة ومحاط بسوق سمي باسمه سوق ابن الحمزة يقع في الديوانية كربلاء المقدسة أو الحلة إلك السؤال وحدك لا تبع لا يمين ولا يسار يعني موقف أبدا يوم ولا ينفع لا مال ولا بنوك أبدا يلا يعني. اعطينا الإجابة الصحيحة وخليك مركز إن شاء الله إن شاء الله ديوانية الديوانية ديوانية بما أنه الحمزة يعني بالديوانية سوق يعني الحمزة لو ابن الحمزة احنا أكيد ابن الحمزة يعني من أولاد نعرف احنا أولاد الحمزة في الأولى
يقول الإجابة الأولى كنترول، واني أقول له غلط الإجابة يا حسن. إجابة في كربلاء سوق ابن الحمزة، محلة باب الخان وعلى ذاك اليمنى، كأنك طالع منك سوق ابن الحمزة، مرقد أكو موجود، وهذا السوق يعني يسمى سوق ابن الحمزة، معروف ومشهور في كربلاء، يعني سوق شعبي. عموما لا زالت الفرصة موجودة للتعويض. تمام، خلونا مركزين، خلونا محافظين على معنوياتنا ونكمل ما تبقى من الأسئلة. تمام سيف، شلون المعنويات؟ ان شاء الله عادي. تمام يلا نروح السيف ونروح الى السؤال الثاني في الجولة الأخيرة. سؤالك يقول: كتب كتاب الكافي في مجلدين كبيرين وأتمه سنة 1011 للهجرة، كان يجيد خط النسخ والثلث عندما يعتني بالكتابة، فهل هو الشيخ محمد مكي العاملي، أم الشيخ محمد منور الأنصاري، أم شيخ المولى محمد مقيم؟ 30 ثانية، خليك دقيق بالإجابة ومركز، واصل تقدم فريقك بخمسين نقطة إضافية وتصيرون 200. إن شاء الله الجواب الثالث. الجواب الثالث إن شاء الله. ضربة حظ يا سيف. إن شاء الله، يعني مطلع يعني نوعا ما على هالمعلومة، إذا ما كانت يعني بغير قصد، يعني عفوا معلومة ممكن مشابهة إلها. زين، أسعى ونثبت على الإجابة الثالثة إن شاء الله. إذا كنترول، نروح إلى الشيخ المولى محمد مقيم، هل هي الإجابة صحيحة أم لا؟ كنترول يقول الإجابة غلط للأسف يا سيف، الإجابة الصحيحة هي الشيخ محمد مكي العاملي، كان يجيد خطي النسخ والثلث. خليكم محافظين كذلك على معنوياتكم، جولة بعدها وعدنا سؤالين لكل فريق. تمام يلا يا حسين. لا علي. علي؟ ها، وشفتك مستعد حسين. عادي، دائما مستعد إن شاء الله. يلا يا علي، سؤالك يقول: يا علي، و قال الحر العاملي بحقه، الحر العاملي قال بحقه: كان عالما فاضلا محققا مدققا ثقة متكلما شاعرا أديبا متبحرا، وقال بحقه الشيخ الطهراني: كان من جهابذة الكلام والتأريخ واللغة والفقه والتفسير، وله مكتبة في لبنان كثيرة النفائس المخطوطة، من هو؟ هل هو الشيخ زين الدين أبو محمد البياضي، أم السيد محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم الطائي، أم الشيخ الحسن بن سليمان الحلي؟ من هؤلاء هو الإجابة الصحيحة والمقصود فيما قاله العاملي والطهراني؟ 30 ثانية. تمشي الثواني وعشرة من الثواني باقي وياك. إن شاء الله الإجابة الثانية. إن شاء الله الإجابة الثانية. السيد محمد بن أحمد. السيد محمد بن أحمد الطائي. كنترول، ثبت الإجابة ورامونا الإجابة خضرة لو حمرة. كنترول للأسف يقول الإجابة خاطئة يا علي، الإجابة الصحيحة الشيخ زين الدين أبو محمد البياضي. عموما المعلومة إن شاء الله كانت مفيدة. الحمد لله مفيدة إن شاء الله. انضافت إلى خزين معلوماتنا، وهذا هو جزء كبير من الغاية التي ينشدها البرنامج والمسابقة بشكل عام. يلا نكمل وياكم ونكمل ويا جواد. إن شاء الله. مستعد جواد؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا السؤال الثالث وياكم يقول: إن قيام المحقق بالمقابلة، قيام المحقق بالمقابلة على نسخ عدة دون اعتماد نسخة أم نسخة أصل، بل يقوم بالموافقة واختيار أصح الكلمات، هذه العملية يطلق عليها التعويض أم التتميم أم التلفيق؟ محقق يقوم بالمقابلة على نسخ عدة دون اعتماد نسخة أم نسخة أصل، شو تسمى هذه العملية؟ 10 ثواني. التتميم إن شاء الله. التتميم إن شاء الله. الإجابة الثانية إن شاء الله. كنترول، نروح للاختيار الثاني، التتميم إجابة خاطئة للأسف يا جواد، الإجابة الصحيحة هي التلفيق.
مستبعد. مستبعد 150 نقطة عندكم، لا زال التقدم موجود. مستبعدين هذا الخيار الصراحة، ما نعرف يعني مستبعد الخيار. مستبعد الخيار. مستبعد يعني التتميم أو التعويض ممكن. زين بس التلفيق لا، هذه هي معلوماتكم طبعا. ولربما أحيانا الأسئلة تكون بهذه الصيغة في سبيل أن نصحح مفهوم أو نصحح معلومة معينة أو معلومة ربما قد تكون مشاعة ولكن مشاء الخطأ. يلا نرجع وياكم ونروح لحسين إن شاء الله. 90-150 ممكن نعدل الكفة إن شاء الله ويصير عندنا فرصة بالفوز. سؤالك يقول: التعقيبة مصطلح تراثي رديف للترقيم يسمى التوريق أو التصحيف أو التصنيف. خلينا مركزين، 20 ثانية متبقية. التعقيبة، أحتاج إجابة قبل أن ينتهي الوقت يا حسين. إن شاء الله الاختيار الثالث التصنيف. التصنيف متأكد يا حسين؟ إن شاء الله. إن شاء الله. كنترول. التصنيف إجابة صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة الإجابة يا حسين للأسف. صحيح. الإجابة الصحيحة هي التصحيف. بلعب واسحب. على العموم إن شاء الله. إن شاء الله، أتمنى التوفيق. نكمل وياكم مشاهدينا ونروح إلى السؤال الجماعي لكلا الفريقين. نبدأ ويا بابل، سؤالكم يقول: 150 نقطة ممكن تصير 200. ألف الشيخ عبد الصمد الهمداني المتوفى سنة 1216 للهجرة شرحا على كتاب المختصر النافع سماه بحر الحقائق في شرح المختصر النافع أم المعتبر في شرح المختصر أم كشف الرموز في شرح المختصر النافع؟ لازم واحد عنده معلومة هنا أو مطلع على الأقل على هذه الإصدارات حتى يرضينا إجابة صحيحة. تشاوروا ونتبادل الآراء ونشوف فيها معلومة هي الأرجح. 8 ثواني، 7 ثواني، 6 ثواني شباب. 3 إجابة شباب. إجابة الثالثة كنترول. كشف الرموز في شرح المختصر النافع. للأسف الإجابة خاطئة يا شباب. بحر الحقائق. كنت متوقع الإجابة الصح لكن ترددت. أي. بحر الحقائق في شرح المختصر النافع هو الإجابة الصحيحة. ما ملحق على الكنترول. ما ملحق على الكنترول. ها كمبيوتر. تمام. نرجع للشباب ونشوف سؤالكم الأخير إيش راح يكون. 150 و90. سؤالكم يا شبابنا في جامعة ذي قار. يقول سؤال: رسالة في العروض لعبد علي بن ناصر بن رحمة الحويزي المتوفى 1075 للهجرة طبعت بتحقيق وتذييل الدكتور مضر سليمان الحلي وهي موسومة بالرسالة المشعشعة أم الرسالة العرضية أم الرسالة الغروية؟ ركزوا، ناقشوا، اعطوني الإجابة. 30 ثانية معكم من الوقت. ممكن المشعشعة الوحدة يعني ما نعرفها. الغروية ما معروفة. ضربة حظ. ضربة حظ ما معلومة. الرسالة العرضية الاختيار الثاني. نعم خطأ. ثبتي الإجابة إن شاء الله. يلا ثبت الإجابة الثانية يا كنترول اللي هي خطأ. الرسالة العرضية خطأ. والإجابة خاطئة للأسف يا حسين. الإجابة المشعشعة هي الإجابة الصحيحة اللي كان المفترض أن تختاروها وبالنتيجة نعدل مستوى نقاطنا. إذن الواقع يقول 150 نقطة من رصيد جامعة بابل وبداية موفقة في مشوار هذه المسابقة الرمضانية ونتمنى لهم التوفيق. 90 نقطة تضاف إلى رصيد نقاطكم يا شباب وهذه المشاركة الثانية لكم في هذه المسابقة. إذن نتمنى التوفيق وعسى أن يكون لهذه النقاط دور في أن نلقاكم مرة أخرى في إحدى حلقات البرنامج وأن كان لديكم خسارتين في البرنامج. عموماً
كل التوفيق لحضراتكم جميعا، ونتمنى التوفيق لكل مشاهدينا الأحبة في إيصال معلومات جديدة لخزينهم المعرفي وذاكرتهم من المعلومات التي يكتنزوها، وإن شاء الله وفقنا في إيصال هذه المعلومات لحضراتكم. وأيضا أنتم شركاء في هذه المسابقة وشركاء حقيقيين في المشاهدة والمتابعة وأيضا في الإجابة على الأسئلة. هناك سؤال مخصص لحضراتكم، سؤال الجمهور، وهذا السؤال فيه جوائز قيمة أيضا لا تقل شأنا عن الجوائز الكبرى للفرق المشاركة معنا. الجائزة الأولى الذهاب إلى المدينة المنورة إلى بيت الله الحرام، الجائزة الثانية الذهاب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، والإجابة الثالثة هي الذهاب إلى السيدة زينب عليها السلام في سوريا وزيارة مرقدها الشريف. إذن 3 جوائز قيمة بانتظاركم مشاهدينا، مجرد تجاوبون على الأسئلة وتبعثوها برسالة عبر تطبيق الواتساب الظاهر على الرقم في أسفل الشاشة. وسؤال حضراتكم لهذا اليوم يقول: مشاهدينا الأحبة، صدر عن مركز تراث البصرة التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة كتاب التهذيب، وهو رسالة وجيزة في علم النحو من تأليف من هذه الرسالة؟ عليكم الوصول لهذه الإجابة ومعرفة من هو مؤلف هذه الرسالة، ونتمنى لكم التوفيق في الوصول للإجابة الصحيحة وإرسالها من خلال واتساب على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، وإن شاء الله تحظون بالفوز بإحدى الجوائز الثلاث المخصصة لحضراتكم. شكرا لجامعة ذقار، شكرا لجامعة بابل، شكرا لحضوركم جميعا، والشكر موصول لكم أيها الأحبة الكرام أينما كنتم. نلتقي وإياكم في حلقة قادمة في مسابقة معارف التراث. إلى ذلك الحين نقولكم مع السلامة.